السلام عليكم أحبتي المتابعين. طبعا اليوم حبيت أفيد المتابعين غير الناس من نفع الناس، وأتحدث لكم اليوم عن أحد أسباب الأذى اللي يسببها الخنزير للمحاصيل الزراعية. كثير من الأخوان نزلت ذاك اليوم فيديو تحدثت عن فسائل النخيل ايضا، وناس حبت اشرح لهم عن فسائل النخيل. بما انه اليوم الموضوعين ان شاء الله نشرح عنهن للمتابعين، واحنا ما يهون علينا يعني متابع يكتب لنا تعليق ونخلي التعليق مالته بدون ما نرد عليه، بما انه تعليقه بفائده كثيره من الناس تستفيد من هذا الموضوع. فاليوم حبيت اشرح لكم عن فسائل النخيل وشلون يتم زراعة فسائل النخيل والطريقة الصحيحة، وإن شاء الله راح أسوي لكم مقطع ثاني عملي لفسائل وزراعة فسائل النخيل، وأيضا أتحدث لكم عن أحد أسباب الأذى اللي يحصل الخنزير اللي يسببه للمحاصيل الزراعية. وأنا سبق وأن تحدثت عن الأذى اللي يسببه الخنزير للمحاصيل الزراعية بعدة فيديوهات، واليوم أذكر لكم أيضا أحد الأسباب. دعك عن الخنزير ممسوخ والخنزير نجس والخنزير الله سبحانه وتعالى حرم أكله لأنه بيمضر للإنسان. ليش حرم أكله؟ لأنه بيمضر للإنسان وأيضا مضر للزروع. زين، وأيضا إن شاء الله راح نصب لكم فخات للخنزير وأوثق لكم إن شاء الله شلون يوقع الخنزير هنا بالفخة، وشلون الكاميرا راح تصوره، وشلون يؤذي النخيل بالكاميرا الحرارية إن شاء الله. مثل ما تشوفون هذا المسلك مال الخنزير، ما تشوفونه هذا المسلك مال الخنزير، هذا منا مسويها المصعد مالته، وهذا المسلك، وهذه هنا تعالوا أنا صورنا العزيز، دير بالك هذا، شوف هذا ايضا الهوسة مال الحوافر مال الخنزير. تشوفون اهل الحلال يعرفون هذا الجدم مال الخنزير لانه صبعين، وصبعين طوال حوافر الخنزير. وايضا للتوثيق راح نصب كاميرا على النخيل وخلي شوف الخنزير الاذى اللي يسبب. طبعا عندنا هذا النخال، هذا نوع يسمونه صفاوي، هذا معروف على مستوى الدول العربية، هذا ممتاز يعني بالسوقه بالسعودية اللي يتابعونا من السعودية. اخواننا كل الشكر والتقدير لمتابعتهم الحلوة. هذا يسمونه صفاوي عندهم بالسعودية، زر تمر هيج طوال على شكل اسود، يستخدمونه شلون القمر الدين يصير عالوتشي اسود يصير النوع مالته، يسمونه صفاوي. هذا تمتاز تحمل كثير يعني حمل مالتها، تشوفون هواي حمل تحمل خير من الله الشيل. وايضا كربنا الفسائل منها وانطت فسائل رواكيب مثل ما تشوفون لنا الرواكيب. طبعا اللي حبي اشرح على الرواكيب وشلون زراعه الرواكيب ايضا افيده بفيديوهات، لانه الفيديو راح يطول عليكم، مو هذا موضوعي. الطريقه الصحيحه للرواكيب وزراعه الرواكيب، جذرهن تقدر على امهاتن، هنا اشرح لك شرح مبسط، جذرهن على امهاتن بسندانه، خلي جذر بالسندانه وبعدين تفصله من الام، فيصير عندك شلون الشتله، هذا الراكو. وايضا تقدر تخليه تفصله من امه وتخليه راسه بالماء وتخليه له مجذر لمده 15 يوم، من بعدها تغرسه بارض رمليه فراح ينجح عندك 95%. طبعا هذا الاذى اللي يسبب الخنزير لاحد محاصيل الزراعيه، تشوفون النخل هذا يصعد على العتل هذا مال التمر وياكل التمور الناضج منها، وهذه الهوسه مالته، وما نستفيد من التمور بسبب الأذى اللي حصل الخنزير.
أنا زرعت 70 فسيلة من النخيل، عندي نخلات ذني، عندي بهن برحي، وعندي بهن صفاوي، عندي بهن هواي عدة السلالات التمور، وجبت سلالات أيضا من الحلة، وجبت من البصرة هذول جماعة، فزرعت حوالي 70 فسيل نخيل. وهذا الفيديو راح أشرح لكم على 70 الفسيل اللي زرعتهن، وايضا راح اسوي لكم فيديو عملي بشهر الثالث ان شاء الله شلون يتم زراعه فسائل النخيل والطريقه الصحيحه والطريقه الناجحه وحسب خبره وحسب شيء ناجح اعطيكم اياه. زرعت 70، ماتت عندي هذه وهذه نانه، انا مسوي كل 10 امتار فسيل. وهسه اوضح لكم على 70، كل 70 عدلات ما عدا هذه وهذه. للعلم من اول ما طقن مشن باول فالهن مشن، ما ماتن من نوب عاشن، لانه طريقه الزراعه لهن صحيحه. وان شاء الله نفيدكم بهذه المعلومه، نسوي لكم فيديو شهر الثالث شلون اشلع الفسيل، شلون نتعامل مع الفسيل، وشين المبيدات اللي نعطيها لفسائل النخيل، وشلون راح يتم قرص فسائل النخيل، ونعطيكم نسبة نجاح إن شاء الله 100%. ليش هذا الفسيل مال النخيل؟ هذا مات وهذا مات. ليش؟ وهذا البغية هذا شا زارعة منك من الشارع، جايبة من الشارع لحد تقريبا 350 متر، زارع الفسائل مال النخيل. هذا الخنزير هنا يحوش الحوشة مالته، فهذه الخنزير إذا نفر بهذه شم قلبها، لو نفر بالقلب مال الفسائل النخيل فيموت النخيل. سبحان الله، شوف هذا، شوف شقد نقص، وشقد يعني بي ميكروبات بشغلات يعني تقتل الزروع. فكيف الانسان ياكل الخنزير؟ شلون الاذى اللي يحصل له من الخنزير؟ شوف هذا الفسيل سبب. وايضا عندي وثقته بالكاميرات الفيديو راح انزله لكم، يجي على الفسيل النخيل اللي مغروس توه يعض القلب هذه الصوره، ويشلع القلب ويشمر القلب، يقتل فسائل النخيل. هذه احد الفسائل الضحايا، الخنزير اللي سببها، الاذى اللي سببه الخنزير. فهذا اخوان الاذى يسبب الخنزير، دعك عن الخنزير كذا وكذا وكذا، وانه يسبب اذى للمحاصيل الزراعيه كافه، ويسبب جرثومه حتى المحاصيل الزراعيه من يجي ينفر بها، واللي ما يغسل الخضروات وهذه التمور اللي متلوثه من الخنازير. فان شاء الله المقطع يفيد الناس وتتوعى من المحاصيل الخضروات تغسلها بجيد، لانه يسبب الخنزير للمحاصيل، يسبب جراثيم ويسبب امراض مثل امراض السرطان وغيرها وما يشابه من ذلك. فان شاء الله الفيديو يعني يفيد الناس، الخنزير بيأذيه للناس، والسور بالقرآن هواي تذكر الأذى اللي يسبب الخنزير والممسوخ ونجس. زين، والحيوان الوحيد اللي ما يرفع رأسه لله سبحانه وتعالى، لأنه العمود الفقري ملتصق وين الرأس وما يقدر يرفع رأسه لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الخنزير. وحرمنا عليكم، الآية تقول أنا مو شيء بالقرآن، يعني حرمنا عليكم الميت والخنزير والنطيحة وما يشابه من هذا الكلام المذكور بالقرآن الكريم. أحبتي المتابعين، رجعنا وياكم، إن شاء الله عندي حملة تنظيف للفسائل النخيل. إخواني مثل ما تشاهدون هذه كانت ملفوفة. زين، هذه أنصح إخواننا اللي يلفون فسائل النخيل في فصل الشتاء، يقول لك تلفها من البرد، وهذا الشيء مو صحيح، لأنه هذا الفسيل إذا تلفه فصل الشتاء والتحميه من البرد راح يصير عليه رطوبة ويصير فطريات ويعفن وتموت الفسيلة، فهذا الشيء مو صحيح. هذا يفيدك فصل الصيف فقط،
لا حد يلفها بشهر الواحد من البرد. اذا تريد تشد بحبل تشد القلب بهذه الصورة حتى ما يتحرك بالرياح العالية، ومن بعدها يتحرك بالرياح العالية فراح ينكسر القلب، وإذا انكسر القلب يموت. فأنصحكم بهذه. طبعا أنا نزلت فيديو قبل فترة والناس حبت الفيديو، فحبيت أشرح من هذا الموضوع حسب تجارب وحسب خبرة وحسب نجاح عندنا 100%، وننوه للعالم وخير الناس من نفع الناس والناس اللي تتابعنا من كل الطوائف كل البلدان وكل المحافظات، نشرح لها عن هاي المواضيع. فهذه فصل الشتاء ما تفيدك. فهذه مثل ما شاهدتوا حبتي المتابعين، فأنا فصل الشتاء لأني شريتهن قبل فترة تشوفونهن لأنه قديمات حتى نوضح للناس، والقلب مالتها قوي ولا ظل فيفترض ينشد القلب بهذه الصورة. ليش؟ لأنه هذا إذا تعرض إلى كسر فتموت الفسيل. زين، فشد أنت شد، بس لا شده بالنايلون أذية هذا. زين، بالنسبة للفسائل ذني قلت لكم زرعتين 70 فسيل، وإن شاء الله راح أسوي عندي أيضا بال150 فسيل وبستن الأرض، وإن شاء الله أسوي لكم فيديو شلون نفصل الفسيل من أمهاتهن وشلون نغرسها بالأرض وشين الشغلات اللي نعطيه. يحتاج الفسيل مبيد فطري، ويحتاج مجذر، ويحتاج ديدان مال ديدان تنطيه. لأنه إذا أشرح لكم على هذا الفسيل أصوركم إن شاء الله الفسائل عندي خير من الله دفعا، مثل ما تشاهدون نسبة النجاح اللي عندي بالفسائل النخيل. وهذا الشارع إذا تشوفونه صور عليه، شوف الشوارع مال الفسائل. وانا احكي للناس اللي طلبت من عندي كمتابعين، وما كلف الله نفسا الا وسعها. ذيك النوب شافوا المتابعين عندي هذن الفسائل النخيل وزارحين، وحبوا يستفيدون من نسبة النجاح اللي حصلت عندي، فالناس تريد تستفيد من هذا الامر. والله احنا ما عندنا لا غاية بيها ولا مثلكم ننزل معلومات لاجل مشاهدة ولاجل، وهذا مو موضوعنا وما اختصاصنا. احنا اختصاصنا فاتحين قناتنا للصيد والترفيه وتربية الحيوانات البرية، لكن المتابعين ما ردت يعني اخلي ببالهم وطلبوا مني فئة معينة من هذا الامر، فحبيت اشرح لهم عن فسائل النخيل. وان شاء الله انا بخدمة المتابعين وشين اللي يحتاجونه بخدمتهم. اي، فاحكي لكم عن الزراعة. اذا تريد تسوي بستنة وتريد تملك الارض من طابو زراعي 25 الى ملك صرف، او من 117 الى ملك صرف، فيحتاج لك تسوي البستان بنظام وخطوط عدلة، واحسن شيء اللي يردونه هم من 7.5 10 بين فسيل وفسيل او 12، فلا تسوي 5 ما يوافقون لك بيه، لان انا ماشي غرت بالورقه فغرب الخمسه امتار. وايضا الخمسه امتار المعدات الزراعيه ما راح تتمكن تدخل داخل الفتحات المروز اللي يسويها الالواح اللي راح تقطعها وتستفيد من بقيه الارض تزرع جهو النخيل. فاحكي لك ازرع. انا سويت استذني 10 امتار ب 10 10 شيء حلو. راح اسوي الخطوط الطولانيه، اسوي حمضيات ان شاء الله اذا صعد النخل ورا 3 سنوات 4، والخطوط العرضانيه اخليها مفتوحه 10 ب 10. شلون يعني؟ هذا يصير منها سياج عادي، لكن منا لا خلي مكان عريض. فاخواني
اللي مستعجل ويحب يعني افيده بهذا الفسيل. اول ما تجي فسيل لازم فسيل تداريه كانما داري لك فش طفل يعني خليه بيدك حتى يعطيك نسبه نجاح. اكثر الناس اللي تبيع ما عتها ذمه وضمير فسال النخيل فيجيبون يضربون الفحل بقلبه حتى يموت يبيع عليك حتى ما يتفاشل وياك. هو ما يخاف من الله، يخاف من عنده. زين، فانتم اهم شيء توقف على الشالوع، كون خايف الله الشالوع، لانه اذا ضرب الفسيل على قلبه مات. هاي نقطة مهمة، هذا سبب فشل زراعة فسائل النخيل، ضرب الفسيلة على قلبها. هذا الموضوع المهم. اما نرجع، ايش يحتاج للأرض؟ يحتاج هذا اول ما يدق سباح الفسيل، اول ما يدق سباح تخليه بالارض يدق سباح، فراح يجي الديدان ياكل هذا السباح. السباح اللي هو ايش يحتاج حتى بصف الاول، هي منطينها للطلاب. النبات يحتاج الى ماء وهواء وغذاء، مو صحيح؟ فهذا السباح اول ما راح يدخل بالارض يغذي النخيل السعف ويغذي القلب ويخلي النبتة ترتفع. زين، فراح اول ما هو بعده صغير ترف، فراح يجي الديدان بالارض فتاكل هذا السباح، فتاكل السباح تاكل كل ما جذر راح ينوكل. فمن راح ينوكل راح ما يصعد القلب تغذية، فراح يموت القلب، فراح تموت الفسيلة. هذا السبب الثاني، انت لازم تقضي على الحشرات، تقضي عليهن، تجيب مبيد حشري للفسائل النخيل، يكون موثوق مجرب. زين، واللي يريد عندي انا مجرب موجود، انطيك الوصفه وروح انت اشتريها. الحشرات اللي تاكل جذر فسائل النخيل، حتى اذا قضيت على الحشرات فراح تجذر عندك الفسيلة بصورة جيدة، وراح يصير تغذية للقلب. هسه هنا ايش عندنا صار؟ صار عندنا نقطتين مهمات. النقطة الأولى، الشالوع لازم ما يضرب الفسيل توقف عليه. النقطة الثانية، لازم تحافظ على السباح من الديدان، ما ينوكل هذا السباح. النقطة الثالثة، يحتاج لك أيضا مجذر. المجذر شو يسوي؟ يساعد على النمو الجذر، راح تعطيه مجذر وهو جذر والسباح ما راح ينوكل من الديدان. تغضيت على الديدان وانطيت مجذر راح يجذر بصورة جيدة، صار عندك تجذير، صار عندك حماية للجذور، فنجحت عندك فسائل النخيل. بعد النقطة الثالثة وهي مهمة، نقطة الفطريات. فطريات كثرة المياه ولف الفسيل والرطوبة اللي تحصل للفسائل النخيل، وأحكي لكم عن تجربة في الفطريات. الفسيل النخيل أول شهر انطيه ماي باستمرار، ومن تالي انطيه بالسبوع مرة. يعني أول شهر سقوة غزيرة والباقي سقوة خفيفة. وشكرا لكم اعزائي المتابعين، وانتظرونا بحلقه جديده ان شاء الله. واللي يريد له اي شيء من يمي يكتب لي بالتعليقات، وان شاء الله راح انزل لكم فيديو بشهر الثالث عن فسائل النخيل، وايضا اسوي لكم حلقه لتوثيق والاذى اللي سببه الخنزير للمحاصيل الزراعيه، مثل اكل التمور واذيه فسائل النخيل. اوثقن لكم بحلقه راح جديده ان شاء الله. انزلكم على كل الموضوع اللي تطرقت به ان شاء الله توثيق، وان شاء الله الفيديو ينال اعجاب الجميع. وشكرا لكم وجزاكم الله الف خير.